شكرا شكرا لكم. أظن بأن هذه السنوات اللي فاتت كانت حصيلة متميزة. الجهة عندها توازن أكثر. قمنا بفتح مكتب جديد في ومقر جديد في طنجة. قمنا بفتح مقر جديد في تطوان. من ناحية العمل المكتب فكان عمل مستمر. كنا نناضل من لتحسين وضع الشركات في طنجة، حل مشاكلها مع المؤسسات الضريبية، الضمان الاجتماعي إلى آخره، التواصل مع مسؤولين على النطاق الجهوي على النطاق الوطني. فكان دور الاتحاد في هذه السنوات الماضية كان دور قوي. فأول مرة جمعنا كل الجمعيات في طاولة واحدة، تكلمنا بصوت واحد، فزنا بعدة قرارات اللي كانت صعبة. فأنا أظن بأن من الناحية فالنتيجة كانت مشرفة جدا. راضيين عمرنا ما نكونوا راضيين بالمئة في المئة، ولكن نقول بأن حصلنا على 60-70% من البرنامج اللي قدمناه في الأول. لا يمكن لنا أن تكون هناك قاطعة بين الماضي والمستقبل. استمرارية ولكن بنظر جديد على المسائل والمواضيع اللي كنا ناجحين فيها والمواضيع اللي كان خصنا واحد التحزم آخر. فمثل واحد مثلا الناحية الضريبية على نطاق المحلي، هناك مشاكل كبيرة مع مجلس البلدي على ضرائب جديدة على تكاليف جديدة. فالمكتب وإذا حصلنا الشرف باش نترأسه، المكتب الجديد خص يكون عنده حوار مع الهيئات المسؤولة في المجلس البلدي باش نحاولوا نتوصلوا نسبات تكون كتساعد الاستثمار. فاحنا عندنا برنامج، وفي البرنامج ديالنا عندنا تقريبا 9 و10 نقط اللي هي مهمه جدا. اولا نتكلم مع الكونفدراليه في الصعيد الوطني المركزي، يكون عندنا مكانه اللي كتلم قوه و جهه طنجه كلها ومدينه طنجه. فما يمكنش نتركوا الحالة كما هي الآن، لأن الآن كل شيء يفعل في كذا في الدار البيضاء، وإحنا ننتظر دائما الاستثمارات، التمويل، كل النقط المهمة تصدر من الدار البيضاء. فإحنا نتكلم على تكون هناك نظرة جديدة وإصلاح في الاستاتيو سي جو ام باش تكون عندنا مكانه وتكون عندنا امكانيات خاصه لنا. هذا اللي كنتكلموا مع المركز، نقول لهم بان احنا نعطيو المثال للجهويه الكونفدراليه. اول شيء نعطي الحكومه والبرامج اللي كي اللي هي الان في طريقها، تعطي واحد الجهويه اللي هي تكون حقيقيه. فاحنا اول نقطه اللي غادي نخدموا وغادي نشتغلوا عليها هي انزال نظره جديده على القانون الاساسي لي ستاتيو دو سي جو ام، باش يكون عندنا الدور المحلي والامكانيات المحليه الكافيه باش نقوموا بالدور ديالنا. النقطة الثانية هو نتكلم على الجهة
باش تكون هناك توازن في التطور الاقتصادي والصناعي بين جميع المدن ديال الجهه. فالحمد لله طنجة عندها طريقها، عندها امتيازات ديالها، عندها ماشيه في واحد الطريق بمشاكل بالطبع، ولكن كاين واحد النظره على المدى المتوسط والطويل. خصنا نطرقوا مشاكل تطوان، نطرقوا مشاكل الحسيمه، نطرقوا مشاكل العايش، نعطيو لكل مدينه واحد استراتيجيه الاستثمار تكون في الصناعه وتكون في الخدمات وتكون، ولكن كل مدينه في الجهه تكون عندها خصوصيتها، وخص يكون عندها واحد الدور اللي يمكن نلعبوا على الجهه. التوازن في الجهه مهم، ما يمكنش يكون عندنا مدينه متقدمه جدا ومدن اخرى متاخره ومشاكل وعندها مشاكل اقتصاديه واجتماعيه الى اخره. بالطبع كاين، فاحنا درسنا مشاكل كل مدينة، عندنا أفكار كثيرة، وإحنا الآن خرجنا من نقطة التفكير ونقطة التحليل. عندنا برنامج تطوان، برنامج الحسيمة، برنامج العريش، نتكلم فيه مع مسؤولين خصوصا مع السيد الوالي والمسؤولين على النطاق الجهوي لتكون هناك استراتيجية. فهذا نقطة من النقط المهمة. تكلمنا على دورنا في الكونفدرالية كيفاش يكون في المستقبل، تكلمنا على نظرة شمولية والتوازنات اللي خصهم يكونوا في نطاق الجهة، دور المرأة في الشركات، دور المرأة في العمل، فهذا نقطة مهمة. خصنا نعطيو للمرأة مش حقوقها ولكن فرص باش يمكن تشارك اكثر في التشاركيه ويكون حضور المراه اكثر. المثل الاول هو نائبه الرئيسه اللي اختارتها هي سيده محترمه وعندها كفاءات كبيره. فمغرب الجيل الجديد، فمغرب جديد مش مغرب قديم. المراه خص يكون عندها مكانه، عندها قيمتها، عندها إمكانيتها، عندها كل الإمكانيات باش توفر عمل أحسن وتساعد المجتمع لتحسين وضعه. عندنا علاقة جيدة مع السيد الوالي، مع السيد العميد تطوان، مع المجلس البلدي، عدة مسؤولين على نطاق المحلي من الضرائب والضمان الاجتماعي. فكاين علاقات اللي هي ممتازة، كاين العلاقات اللي هي حسنة، كاين الكلام الصادق والكلام اللي هو عنده واحد المكانة في القرار اللي كيتاخذ. فأظن بأن العلاقة ديالنا مع كل الجهات فهي من حسنة إلى ممتازة، ما عندناش مشاكل كبيرة. نتكلم مع كل المصالح ونتكلم عن كل المسؤولين، ما كاينش طرف ما كنتكلموش معاه. فهذا هو أساس لكي نمكن أن نؤدي العمل ديالنا، هو قدرة على الكلام مع كل الجهات بدون تحيز. فالمكتب مكون، أنا أظن اليوم شفنا المكتب السجيم في الجهة اللي غسيل دابا، فهناك عدة عناصر اللي هي من الخدمات. أغلبية كنظن أغلبية ولا أقل، تقريبا الأغلبية من الخدمات أو أقل من نص من الخدمات، أكثر من الصناعة. هذا الرؤية اللي هي رؤية ماشي حقيقية. الرؤية الحقيقية هو كاين واحد التوازن. القطاعات الصناعية ما كاينش قطاع واحد، كاين قطاعات السيارات، النسيج، عدة، فكل القطاعات موجودة في المكتب، ولكن الخدمات موجودة. ليزيكسبير كونطابل كاين، لي سيرفيس كاين، الميناء كاين، لا بي ام تيرمينال كاين، فكل الجهات موجودة في المكتب.
احنا النظره اللي عندنا عند على السجون فهي نظره اللي خصها تكون نظره اللي كتدخل جميع القوى في المدينه بدون استثناء. فاحنا خصنا نمثلوا كل القطاعات، الصناعه كلها، الخدمات كلها، ترانسبور كلهم، مكونات المدينه. ما يمكنش نمشيو حنا في واحد المسار ديال التطور اذا ما كانتش الجهات كلها كتخدم من اجل التطور. ما يمكنش تخدموا الصناعه بلا خدمات ولا بلا ترانسبور، ولا كل الجهات خصها تخدم. فمشاكل كل قطاع الواجب ديال السجوم يتطرق لها ولقى حلول والمساعدة باش نلقى الحلول ديالها. اذا كانت السجوم كتخدم كتعمل قطاع واحد فهي ستموت، ستمثل جهة واحدة، وجهة واحدة لا تكفي وليس لها اي مستقبل لحل جميع المشاكل. فمشاكل الاقتصاد هي مشاكل متنوعة مختلفة، فلا بد لنا ان نسمع للصانع، للكابينيه، مكتب، لشركه التواصل، لكل الجهات خص تشارك في التطور وحل مشاكل الاقتصاد على بصفه عامه. فاذا كانت السجوم كتمثل قطاع فهي سجوم، ما تبقاش سجوم ترجع سنديكا. احنا مش سنديكا، احنا مجتمع اقتصادي، مجتمع اجتماعي اللي كيخدم لإصلاح ولحل مشاكل كل الشركات الموجودة في جميع القطاعات بدون استثناء. فهذا الرؤية ديالنا، المرأة، القطاعات كلها، والخدمة بذكاء، تكلم مع كل الجهات، مؤسسات كلها بدون استثناء. إذا تحيزنا فسنموت. انفتاح اليوم خصو يكون واجب على السجوم، انفتاح على المجتمع، انفتاح على الاقتصاد كله، انفتاح على المستثمرين كلهم بدون استثناء. فمشاكل كل القطاعات خصها تحل على نطاق واسع بدون تحيزون قطاع وقطاع. احنا خدامين الاقتصاد الوطني. انا في القطاع الصناعي احتاج الى الاكسبير كونطابل، احتاج الى الشركه اللي غادي ترونسبور، اللي غادي دير السلعه وتجيب لي السلعه ديالي. احتاج كل القطاعات باش ننجح. واذا تكلمت على القطاع الصناعي وحده ما يمكنش انا نمشي لقدام، ما يمكنش نحل المشاكل ديالي، ما يمكنش نمشي بواحد طريق التطور بدون مساعده جميع القطاعات. اليوم انا كنظن بان خص يكون اتحاد موحد، اتحاد كيشمل الجميع بدون انقطاع، بدون انحياز. خص خدمه وخص رؤيه شموليه اللي كتسمح لكل القطاع، كتسمح كل المدن تشارك في هذا القطار التقدم والازدهار والتطور كلنا. فبلا المرأة، الرجل، الصانع، الخدمات، ترانسبور، تطوان، طنجة، الحسيمة. فإذا لم نعمل بهذا المنطق، نجمع الجميع ونوحد القوة والقوات داخل الاتحاد، لن ننجح. الترشيح ديالي اولا هي بادره طيبه اللي خداوها الرجال باش كيشجعوا النساء، وهذا كيكون واحد الكسر لهذا الاستيريوتيب اللي كيجعلوا كيكون الفرق بين المراه والرجل. احنا دائما كنساء مقاولات نقول بان يعني الواحد خاص يعطي الاعتبار للكفاءات، ما ندخلوش في هذيك المقارنه رجل امراه، ولكن الكفاءات هي اللي كتخاد بعين الاعتبار. والدليل على ذلك، الدليل ان الرجال يشجعون النساء، هو هذه المبادره اللي تخدات اول مره في الجهه ديالنا، انك تكون امراه في اللائحه ديال الترشح للكونفدراليه، للفرع الجهوي للكونفدراليه العامه لمقاولات المغرب.
المرأة محتاجة المزيد من الدعم، لأن الفرق، أنا دائما أقول بأن المقاولة سواء كانت مسيرة من طرف رجل أو امرأة فهي مقاولة، يعني ما كاينش الفرق. الفرق بين المرأة المقاولة والرجل المقاول أن المرأة عندها بعض العراقيل، وهاد العراقيل باش تجاوزها محتاجة لواحد الدعم، محتاجة لواحد الشبكة، محتاجة للتشبيك باش كتقدر تجاوز هاد العراقيل. في إطار هاد التشبيك كيكون واحد تشارك تجارب مع نساء مقاولات اللي سبقوها، اللي كيعطيوها كيأكدوا لها، كيعطيوها واحد التأمين بأنها إذا خرجت العالم المقاولة راها قادرة باش تنجح المقاولة ديالها مثلها مثل الرجل، ويمكن تكون أحسن. والدليل على ذلك أننا حاليا في إطار حاضنة مقاولة النساء في فرع الشمال، يعني غير خلال هذه السنة استطعنا باش نواكبوا 27 مقاولة الحمد لله، اللي ناجحين حاليا في الجهة وكيشتغلوا كيسيروها نساء. هي مقاولة تم خلقها من طرف نساء ومسيرة من طرف نساء. يعني احنا الالتزام ديالنا غيكون في اطار واحد، يعني واحد لي زاكسيون كون فا بوفوار رياليزي، ماشي حنا غنعطيو واحد الوعود. حنا مقاولين وكنعرفوا المشاكل ديال المقاوله. حنا ان شاء الله اللي كنتمنوا ان يد في اليد مع جميع المقاولين. الشعار ديالنا ان احنا نخدموا بواحد المقاربه تشاركيه انكلوزيف، يكون فيها جميع المقاولات اللي كناخذوا لي بوزوان ديالهم، كناخذوا الاحتياجات، هي احتياجات ديالنا احنا جميعا، احنا بيدنا، احنا مقاولين معاهم وعندنا نفس الاحتياجات وكنشتغلوا عليها جميعا، ماشي غير انا وعادل، ولكن جميع المقاولات اللي عضوه في اطار الكونفدراليه. بطبيعه الحال هذا الهدف الاول، اننا نكونوا قوه اقتراحيه، ماشي غير قوة اقتراحية، أننا نقترحوا قوة اقتراحية طبعا، ولكن ماشي نفرضوا، يعني غادي نديروا واحد لابلاتفورم، واحد الأرضية اللي غتكون فيها بعض الحلول اللي غيكون يكون واحد لا كولابوراسيون، يعني غتكون واحد التنسيق وتعاون مع جميع المؤسسات وجميع الشركاء باش كنلقاو حلول اللي كتناسب المقاولين وكتناسب الشركاء ديالهم، سواء في الإيطاتيك ولا بريفي، يعني جميع الشركاء غيكونوا داخلين في هاد لي رياليزاسيون ان شاء الله. ان الجميع خاص يمد يده، لان القوه في الاتحاد، يعني يمدوا يدهم لنا ويدهم في يدنا ان شاء الله باش نعطيو التالق والانطلاق للمقاوله ديال الجهه ديالنا ان شاء الله.